هناك اثنان طرق رسمية لشحن جواهر فري فاير مجانا. الطريقة الاولى انك تشحن جواهر من موقع شوب تو جيم وتدفع المال، اما الطريقة الثانية فهو ايضا موقع شوب تو جيم ولكن بالطريقة المجانية، تحصل على جواهر فري فاير مجانا بدون ما تدفع المال. ولكن قبل ان اريك الطريقة لا تنسى وضع لايك واشتراك في القناة وكتابة تعليق، لانه اذا حصل تعليق على صفر لايك سوف اشحن لك يا صديقتي لتجمع جواهر على حسابك في فري فاير. ايضا صاحب اكبر عدد من الطريقات سوف اشحن له ايضا 200 جوهرة على حسابي في فري فاير. تضغط على البروفايل خاص بي ثم تضغط على هذه الكتابة ثم تضغط على شوب تو جيم دوت كوم، ثم سوف يحولك الى هذه الصفحة. قم باختيار فري فاير ثم تسجيل دخول بمعرف اللاعب وقم بوضع الاي دي الخاص بك ثم اضغط على تسجيل دخول، ثم هنا اختر 500 جوهرة ثم اضغط على عرض مجاني، ثم مبروك عليك الجواهر يا صديقي. لو كنت اول مرة تدخل الى الموقع يمكن ان يطلب منك تأكيد هوية باش نفيد عرضين.